السلام عليكم. اليوم عندنا النحو المرحلة الثالثة Types of Verb، اللي هو عندنا أول موضوع أنواع الفعل. هنا هو متناول أنواع الفعل ك Lexical و Auxiliary. يعني Lexical Verb الفعل، Lexical هو الفعل، الفعل الأساسي بالجملة، اللي هو يعني الفعل اللي يحتوي على، يعني ممكن نضيف له اي دي، وممكن نضيف له اس، وممكن نضيف له اي ان جي، ويعني الفعل اللي نستخدمه بالجملة، وممكن ان يعبر عن جملة واحدة. راح تقول لي شلون يعني استاذ محمد، شلون يعني يعبر عن جملة واحدة؟ طبعا هسه ذني 1 2 3 4، هذن هن 4 افعال، لكنها بنفس الاحيان هي بنفس الحالة هي ان 4 جمل. شلون يعني؟ لان الفعل ممكن ان يعبر عن جملة كاملة. يعني مثلا من اقول لك write، اكتب، هذه جملة امرية، جملة امرية، اذا هذه جملة، هي هو في الصحيح فعل، بس انا استخدمته. انا من قلت لك اكتب، هذه هي فعل امري، جملة امرية، وهذه تعتبر جملة. فاذا الفعل اللي يستخدم وحده وذا معنى خاص، ذا معنى منفصل، ممكن ان استخدمه بحالة الاي ان جي وحالة الاي دي وحالة الاس، هو هذا نسميه اللكسيكال فيرب. زين، شوية أريد تركيز على هذا الموضوع، لأن شوية مهم وشوية بيتشعبات. عندنا lexical verb، auxiliary verb اللي هي primary والmodal. primary هي الأفعال الdo والhave والbe، اللي هي الdo تشمل الdo والdoes والdid، الhave والhas والhad، والbe وإلى آخره، is are am was were وإلى آخره. المودل هي الأفعال الناقصة، الكان والمي والشل والويل والكود والمات والى اخره. ذني هن الاوكسيلري. ممكن طريقة الامتحان الاستاذ يجيب لك جملة، مثلا يقول لك اريد يعني جمل، ويحدد لك تحت خط، تحت كل فعل خط، ويقول لك بيني نوع الفعل. فهو الموضوع سهل، يعني يحتاج لشوية تركيز، ولازم تعرف انه استخدام الفعل ك لكسيكال فيرب او ك برايمري او ك مودل. لان بعض الاحيان الدو، يعني مثلا من اقول لك دو يور بيست، دو يور بيست، او مثلا اي هاد، هنا هاد مرتين، الهاد الاولى تعتبر برايمري اوكسيلري، اما الهاد الثانيه فتعتبر لكسيكال. فلازم تركز على تركيب الجمله، شلون كان وجود الفعل، شلون اخذ موقع، هذا الشيء المهم. زين، هسه عندنا ال verbal forms and the verb phrase. Many English verbs have 5 forms. يعني العديد من افعال اللغة الانجليزية تحتوي على 5 صيغ، اللي هي حالة البيس، وحالة اس، وحالة الماضي الاي ان جي، والتصريف الثالث للفعل، وأيضا اللي هو الاي دي. إذن هن 5 حالات باللغة الإنجليزية اللي هن معروفات كلهن، لكن هن الأفعال الناقصة ما يكون لهن 5 حالات. أنا أعتقد لهذا السبب هم سموهن أفعال، يعني تكون يعني تحتاج يعني العفوية بها نقص غير كاملة، مثل أفعال البقية، مثلا speak أو put أو see أو إلى آخره. زين، هنا يعني ممكن أحد طرق الأسئلة الأستاذ اللي يسألك إياها يقول لك، يعني مثلا على سبيل المثال ينطيك فعل، ويقول لك هذا الفعل أريد من عندك أن تكتب لي ب4 أو 5 صيغ الأخرى. يعني مثلا call، called، called، calling، calls، وإلى آخره. يعني هنا أنت تضيف الأس وتضيف الآي إن جي. طبعا هنا يعني مثلا أكو أفعال شاذة، فلا لازم تركز على هذا الموضوع. بوت يعني بالماضي نفس ما هي، يعني مثلا بالأس، يعني وإلى آخره. فلازم تركز على هذا الموضوع. هنا عندك البيس وشلون يتحول، هنا قالك all the present tense except third person singular. يعني هنا ذني الحالة البيس مجرد يعني نبقي مثل ما هو، بس اذا كان الفاعل مفرد نضيف s للفعل.
هنا حالة الاس نضيف لها اس يعني الماضي، يعني مجرد قاعد يتكلم لك عن صيغ الحالات التي نضيف فيها الإضافات حسب كل فعل. هنا مثلا التصريف الثالث للفعل، والإيدي مثل ما قلت لك أفعال شاذة. هنا طبعا الأفعال الشاذة جدا مهمة بالنسبة للأفعال الشاذة، اللي يريد الأفعال الشاذة واللي يريد ينزل الملزمة مالتن بس اكتب على اليوتيوب الأفعال الشاذة محمد نجم النوفلي، راح تلقاهن كاملات بشرح يعني شارحن، وأيضا يعني مترجمات، والماضي مالتن والتصريف الثالث والملزمة مالتن تقدر تحفظهن، جدا مهمات. زين أسعدنا the morphology of lexical verbs. We will consider lexical verbs under two heads: regular, such as call, and irregular, such as drink. يعني بالنسبة للexical verbs، الأفعال اللexical هي راح يعني نعتبرهن تحت بندين أو تحت يعني نظامين. النظام اللي هو يعني أفعال فعل قياسي وفعل شاذ. الفعل القياسي هو الفعل الذي تنطبق عليه قواعد إضافة الإيدي وإلى آخره، والفعل الغير قياسي الفعل الشاذ لا تنطبق عليه قواعد إضافة الإيدي. بالنسبة لقواعد إضافة الإيدي معروفة، يعني كلنا نعرفها، إذا كان فعل منتهي بي نضيف له دي، إذا كان منتهي بواي وقبل الواي حرف علة بس نضيف إيدي، لكن إذا كان قبل الواي حرف صحيح نقلب الواي إلى آي ونضيف إيدي وإلى آخره. بعض الأحيان نكرر الفعل، بعض الأحيان ما نكرر الفعل أيضا. هذه الملاحظات موجودات على اليوتيوب، تقدر تعمل طبعا تقدر تبحث عليهم باليوتيوب، بس اكتب كيف نحول الفعل إلى الماضي محمد نجم النوفلي، راح تلقى هذا الشرح كامل. زين حاليا هسه أيضا عندنا the ing and s forms، صيغة ال ing وصيغة ال s. نفس الحالة، شلون نضيف ال ing وشلون نضيف ال s. طبعا قواعد إضافة ال ing وقواعد إضافة ال s يعني بها قواعد، يعني اللي ما يدري بها أو اللي يعني ناسيها ما بتذكرها، أكو قواعد خاصة بإضافة ال ing وأكو قواعد خاصة بإضافة ال ed. أغلبكم ما أخذها بس ما مذكرها، هسه حبيت أذكرها يعني نستذكرها سويا. بالنسبة لإضافة ال ing، إذا كان الفعل منتهي ب y نضيف ing بدون ما نقبل y إلى i ونضيف ed. إذا كان الفعل منتهي بحرف صحيح وقبله حرف علة نكرر الحرف الأخير ونضيف ing أيضا. إذا كان الفعل منتهي بحرف اي سايلنت نحذف الاي ونضيف اي ان جي، لكن اكو افعال ما احنا ما نحذف الاي اللي راح ناخذهن هسه ان شاء الله بالمحاضرة القادمة ايضا راح نتكلم عنهن. بعد ايش عندنا بالنسبة لقواعد اضافة الاي ان جي؟ اكو افعال لها يعني تغيير خاص، لها حالة خاصة، اللي هي مثلا عندنا مجموعة افعال تاي ولاي وداي، هذني يختلفن يعني لهم قواعد خاصة. بالنسبة للي ما يعرفهن القواعد إضافة الـ ING وقواعد إضافة الـ S، يقدر يتواصل وياي على قناتي على التليجرام، المعرف موجود أيضا بالوصف، على مود أنطيه ملزمة تشمل كل الإضافات وحالات الشاذة اللي من عندها راح نقدر نعرف أن هذا الفعل يعني مجموعة هذه الأفعال تتحول بالـ ING إلى كذا، هذا الفعل ما نضيف الـ ED، العفو هذا الفعل ما نضيف ما نحذف الـ E اللي بي وإلى آخره. زين كذلك بالنسبة لإضافة الـ S، إضافة الـ S أيضا بها قواعد، يعني شلون أنا أضيف الـ S، مو أجي مباشرة أضيف الـ S. من ضمن هذه القواعد أحب أذكركم إياها، أنه إذا كان الفعل منتهي بـ S انا اضيف له اي اس، اس او زد او اس اتش او سي اتش. بعض الاحيان يعني حتى صوت الز نضيف له نقلب العفو نضيف اي اس ما نضيف اس. ايضا اذا كان الفعل منتهي او اذا كانت الكلمه منتهيه بواي نقلب الواي الى اي ونضيف اي اس ايضا، لكن قبل الواي لازم يكون حرف يعني صحيح مو حرف عله. ها بالنسبة لإضافة الأس، هذه يعني بس حبيت أذكركم إياها، وقلت لكم اللي محتاجها يقدر يتواصل وياي.